مدحوين كوحيجينكا جمهورية الصومالي لان مدن عبد الرحمن عبد الله اسماعيل شيري وايوه ليان وزير كترسان حكومة دا ايام ما انتا بوغدي بوكان دو حنون كشبان بيوت كسوري تاي اي كوشرا اسبتال كقود اي مقالة بورما مدحوين كوحيجينكا ايا انتو بوغشدن كقود اي شيري وحاو من مدود الاستهاج اي بوكان كاسي اسقو مركاسي ودعي اي وحي انتاسي كدن بيينا وحاو مامل كا اسبتال كوري تي ديق احوال النول اهو اوغو تلقالي لغو بحنانيو بوكان دا اسبتال كتيفا مدحوين كوحيجينكا او ديق دا مريجين ايا ايا يدي كل ده شري سوق عادي هنا كنا لوجان بركة حال دمريان كا هذه ضرب ما عندنا نحن تقول نما ما هذا ما أذكر سدوها أيوة ما مر كا إسبوع عندك مدة أيوة نما خاطر تكلم نحن تي هول قال كهذا جاي سبعين مدة عسي سيد الله حكمي لها فافين ده شو بنك سيد الله شو بنك فافين وين مقتصر وربنا هو بحسين ما أنت عندك هذا سيارانيو سود عي أما ما أنت تطلبه هذا يرتاي أنا أقول لك أن أنا أرى 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 sidaasoo kala ayaa wasiirka wasaaradda waxbarashada mudane Cabdullaahi Ibraahin Habane oo qiimaha ay deeqdan sameeyayso tilmaamaya ayaa yidhi dibuugis weyn buu baahan mudane madaxweyne ween deeqdan saaka isbitaalka siisay waxay ka turjumaysaa dareenka aad muujinayso aad muujinaysaa dadkaaga marka wax ka buraadada haysana saas aad ugu taakuleen lahayd maaha markii horeysay markii labaad iyo markii saddexaad midna maaha waad ka warhayn doonta waan laga warhayn doona duqad degmada Boorama mudane maxamed xuseen maydane ayaa isaguna halkaas ka hadlay mudane madaxweyne sharaf bay noo tahay inaan xafladan kala qayb galno deeqda xoolaha ah ee ku wareejinaysa cusbitaalka aad baan kuugu mahadcelinaynaa deeqda xoolaha soo gaarsiisay ka warhayntaad u timid degmadeena cusbitaalka wuxuu ku sugayay soo aragto بعد عافيمات كو يغدونا هذا الكا كدبا قادة تي أي الكاسي كما هاد نقضي إن آدي آدبان وكما هاد نقيا مدحوين كحقين كجمهورية دا سوماليان إيا وزيرة دا وهو قامين إيو أنا هاقا وحان كورن لها كل هاو شوي بدن تي ماها انترون ماها إن اون مدحوين كحقين كعدسين لها دير لير كيبا وانا دي بايبا oo runtii laba kun iyo shan boqol saddex kun lagu soo dilaca kosheerka isbitaalkuna kuma filna oo ma bixin karayno aadna rooga qabtan kulkulayaanagu aad u jeclaan lahayn cabdalla cali yuusuf Burma.